السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده هيكون فيديو حلو ليك يا غاليه. فيديو النهارده هيكون فيديو فيه كده شويه حاجات وتفاصيل ان شاء الله تعجبك. فيديو النهارده هيكون فيديو لسيده اجنبيه، هنشوف النهارده تفوقها وترتيبها وتنظيمها هيكون عامل ازاي وحاجاتها المبدعه في قلب الفيديو. فيديو النهارده بجد اجمل من رائع، ما تفوتيش منه ولا دقيقه، شوفيه من الاول للاخر لان في تفاصيل كتيره في الفيديو هتشوفوها ان شاء الله هتعجبك جدا. ممكن ولو فكره بسيطه او حاجه بسيطه تاخديها تنفذيها في قلب بيتك. اخدتوا بالكم من الجو الجميل اللي هي عاملاه تحت ده؟ يعني حاجه كده، بصوا يعني مش قادره اتكلم والله. طبعا قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش تحطوا لايكات كتيره للفيديو، انا عارفه ان انتي جميله وغاليه كده على قلبي وهتحطي لي اللايك زي ما انا غاليه عليكي او زي ما انتي غاليه عليا. حطي لي بقى اللايك واثبتي غلاوتك كده، او اثبتي لي ان انا غاليه عندك. حطي لي لايكات كتيره للفيديو، ولو انتي اول مره بتشوفي القناه بتاعتي من خلال الفيديو ده يستني وجودك معايا غاليه، وهتنوري عيلتي الكبيره. طبعا عيلتي كبيره وجميله ومفيش احسن منها على اليوتيوب. عيله بصوا منوعات رودي دي عيلة والله العظيم ما في زيها على اليوتيوب. هتلاقوا كل عيلتي تحت على القناة من تحت في التعليقات، انزلي اكتبي كومنتي محفز، وكمان لو انت جديدة يا ريت تكتبي لي تحت في الكومنتات علشان ارحب بيكي يا غالية. ولو كمان مش جديدة ومعايا قديمة بشكرك يا غالية من كل قلبي، بشكرك 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 على كومنتك الجميل والله العظيم مش قادره اوفي حقكم بجد من كلامكم الجميل الحلو اللي بتكتبهولي في الكومنتات. ومش عايزه اذكر واحده بس عشان ما فيش حد يزعل مني، لا كلكم والله كلامكم فوق راسي من فوق، ربنا يجازيكي كل خير يا رب. رغيت كتير اتكلمت كتير، نخش بقى في الفيديو. زي ما انتوا شفتوا كده، طبعا هي عندها انتوا شفتوا غرفه الهدوم او الدريسنج، طبعا هي منظماها كتنظيم حلو جدا جدا. طبعا انتوا عارفين ان السيدات الاجانب ان هم بيحبوا الحاجات اللي هي بتبقى الوانها مطرقعه شويه، بيحبوا الالوانات اللي هي فيها بهجه شويه. وفي كمان سيدات مصريين وفي الدول الخارجيه اللي بره برضو بيحبوا الالوانات دي. وعايزه اقول لكم طبعا احنا في الصيف يعني 3/4 الناس بتحب الهدوم الفواتح. المهم فزي ما انتوا شفتوا الدريسنج عندها خلصته وظبطته. هنا بقى ده المطبخ بتاعها، ما شاء الله المطبخ بتاعها كبير اللهم بارك يعني. فزي ما انتوا شايفين، بصوا في كمان برضو كومنت كنت عايزه ارد عليه. فكان في واحده كتبت لي ربنا يجازيكي كل خير انك انتي بتدعي لكل حد في قلب الفيديو، حتى لو صاحبه الفيديو دي يعني من بره مش عربيه يعني اجنبيه وكده. طبعا لازم والله ان انا اشكر كل حد يعني سواء بقى هو ايه، بس يعني انت اولا بتشكري والشكر في الاول وفي الاخر بيرجع لله، شكر الشكر الشكر لربنا. فالكلمه الطيبه كويسه، وان انك تقولي كلمه طيبه وكلمه كويسه دي بتقعد لك، لو ما قعدتش ليكي بتقعد لاولادك. مش شرط ان احنا نخش نشتم في بعض ونهزق في بعض ونقول لبعض كلام، حتى لو مثلا بصوا احنا كلنا بنختلف ارائنا وبنختلف اذواقنا في حاجات كتيره، ولكن يعني برضو يطلع مننا كلام حلو علشان اللي قدامنا حتى يتقبل كلامنا. فاهمين قصدي؟ اللي هو ما تبقيش بتقولي كلام كده اي حاجه وخلاص، ان انت زعلانه او متضايقه ان مثلا هي عندها الحاجه دي وانت مش عندك الحاجه دي. فاهمين قصدي؟ فانا لما بدعي لاي حد او بدعي لاي سيده او بدعي ليكو كمان والله العظيم بيبقى فعليا الكلمه خارجه من بقي حقيقي. فالحمد لله وشكر لله على كل حال، ربنا يجازيكوا كل خير على كل حاجه. يعني هي هنا طبعا كانت بتعمل كوفي، فعملته في المطبخ الحاجات دي، وبره خرجتها بره في السفره بتاعتها. ولكن هي هتكمل معاكوا بقيه المطبخ بما ان هي كانت بتعمل تنظيفات في المطبخ، فعملت الكوفي بالمره وحطته بره على البوفيه او على البار، بحيث ان هي ان كل حاجه تكون مترتبه، ما ترجعش بقى بعد ما تخلص تلاقي نفسها بقى ايه الدنيا مكركبه عليها وترجع تاني تشيل وتحط. فده احسن حاجه وده افضل حاجه. كمان عايزه افكرك يا غاليه، لو انت ما اشتركتيش في القناه بتاعتي، القناه بتاعتي التانيه اسمها حب حياتك وبيتك مع رودي، روحوا اشتركوا فيها لو انت جديده معايا في القناه. طبعا يسعدني وجودك وتبقي تنضم لعيلتي هناك في القناه التانيه، وعايزينها تكبر كده بيكم، يعني مش هتكبر الا بيكم انتم. فروحوا اشتركي فيها واسيبها لكم في اول تعليق مثبت علشان اللي عاوزها يشترك فيها على طول.
بصوا كده حبايبي، هنا ده كانت الغرفة بتاعت طبعا اللي انتوا عارفينها، اللي بتكون معمولة في كل الدول اللي هي بتاعت الخزين. هنا بقى طبعا هي بتعمل حاجة يعني مش كلنا هنقدر نعملها، ولكن عجبتني فكرتها. هي هنا كانت بتزود أدراج في التقفيل بنفسها، يعني جابت بقى المكنة اللي هي بتاعت التقطيع والحاجات دي كلها، واشتغلت نجار، وزي ما انتوا شايفين عملت كده في التقفيل من تحت ادراج او وحدة تنظيم بتنظم بيها الادراج. فعجبتني جدا فكرتها، وعجبتني جدا يعني كشكل من تحت. انتي كمان تقدري تصمميها عندك في بيتك، ولكن مش شرط انت تعمليها، يعني عشان في كتير اكيد مش هيعرف يعملها او مش هيعرف يوصل ان هو يعملها، لان لازم الحاجات دي بيكون عندنا ادوات ان احنا نعملها. ولكن ممكن تاخدي الفكرة وتروحي النجار تخليه يظبطها لك ويعملها لك. هنا بقى طبعا بعد ما المطبخ بيخلص كلنا كده، يعني لما بنحس ان المطبخ علينا نظيف وزي الفل والدنيا عندنا اصلا في البيت نظيفة، ببقى حابة كده انك انت تعملي حاجات حلوة للولاد، فاهمين قصدي؟ هنا كانت بتعمل يعني عملت صينية كده من البسكوت والشوكولاتات والتسالي، وكمان ايس كريم او ايس كوفي. يعني بصوا، يعني عايزة اقول لكم ان الحاجات دي بتبقى حلوة جدا جدا، وكمان بتنفع الاولاد، وعصائر وحاجات كده. هي طبعا ام متزوجة ومعاها اطفال صغيرين، فزي ما انتوا شايفين يعني ان هي تدلع اولادها او تدلعي نفسك كمان، دي حاجة كويسة جدا. خلاص بقى خلصنا المطبخ، هنيجي هنا للغرفة بتاعة السفرة، وده البوفيه عندها. كانت هنا كانت غسلة الستاير بتاعتها، وحطت الستاير كده، جابت الماسورة يعني، وبدأت ان هي بقى بتعلق الستاير بتاعتها. عايزة اقول لكم ان الستاير اللي هي المواسير دي حاجة كده وهم بجد والله. تعرفي بصراحة انك انت تغسلي الستاير بتاعتك وتنزليها، وتعرفي تغسلي البرقع بتاعك، عكس ما يكون عندك مثلا ستاير مكلكعة كده ما تعرفيش تغسلي فيها اي حاجة. يعني انا بفضل الحاجات اللي هي البسيطة. خلاص حطت الستارة، وحست ان الستاره فيها كرمشه كده، راحت جابت المكوه وكوتها، وبعد كده حطت بقى الترابيزه بتاعتها. الترابيزه بتاعتها سيمبل، هي سيده بسيطه جدا. الترابيزه بتاعتها زي ما انتوا شايفين سيمبل جدا، وحطيتها كده. وزي ما انتوا شايفين ده شكل الغرفه بتاعت السفره بتاعتها، او المكان بتاع السفره بتاعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنيجي بقى، هي عملت هنا ديكور حلو جدا جدا. هنا دي دوارة، الدوارة دي موجودة عندنا في كل مكان، يعني موجودة وهتتلاقيها كتير. تقدري كمان لو مفيش عندك الدوارة دي، عارفين في طقم توابل كده بيكون فيه الدوارة اللي هي من تحت، او المقعدة اللي هي بيقعد عليها التورتة، تقدري تعملي كده. جابت مراية وحطيتها عليها، وجابت كريستالات ولزقتها من الجناب كده، وحط بقى منظم حلو او صينية حلوة حطت عليها البرفان بتاعها. عجبتني فكرتها جدا. هنيجي هنا بقى للمفروض ان ده عند باب الشقة، حطت الكونسول او عند الانتريه بتاعها يعني، او الريسبشن. ده كونسول عاملاه باللون الجولد مع الابيض، طبعا الجولد مع الابيض بقاله فترة ترند يعني، فحلو بصراحة، بيريح الاعصاب، وفي نفس الوقت يعني الحاجة بتبقى حلوة كده. اسألوني انا بقى عليها اهوت، عشان انا عملت اللون اللي نفذت اهو الحاجات اللي احنا بنشوفها. عملت فعلا في الغرفة بتاعتي اللون الابيض في الذهبي، جددتها كده برضو. بس والله العظيم لو تشوفها انت، انا عارفة ان انتوا في منكم كتير متابعيني على القناة التانية وعجبهم الغرفة بعد ما اتجددت، روحوا شوفوها. لو انتي ما شفتهاش روحوا شوفيها، هتلاقوني سايبه لكم القناة في اول تعليق مثبت تحت ان شاء الله. بجد والله العظيم حلوة، وفعلا فعلا بتريح الأعصاب. يعني أنا فعلا حقيقة لما يعني فرق اللون لما كان غامق، من لما كان غامق لفاتح، بجد فرقت معايا بجد والله. هنا بقى رتبت الأنتريه، وحطت كمان كوشنز كده باللون الكشمير زي اللون اللي هي حطيته تحت الكونسول، علشان الألوان كلها تكون موحدة، وفي نفس الوقت مدخلة معاها اللون الذهبي برضو مختلفناش فيها. هنيجي هنا دي ترابيزة بقى، ترابيزه برضو عاملاها باللون الابيض، هي ستانلس عاملاها ابيض في الجولد، طبعا الجولد ده اللي هو الستانلس. حطت بقى الديكورات اللي احنا عارفينها، الديكورات اللي هي الكتب والانتيكات والشمعدان، بحيث ان هي تدي لمسه جماليه حلوه للشقه، وفي نفس الوقت كمان يعني يكون شكلها حلو.
طبعا هنا دي الشالات او الحاجات اللي هي بتتحط على الكنب، فهي حبت ان هي تبرز جمال الترابيزة، ما تسيبش الحتة اللي تحت دي فاضية، فحطيت كده زي ما انت شايفين من تحت كده الشالات اللي بتحطها كنوع من الديكور. يعني هنيجي بقى هنا لغرفة النوم بتاعتها، وهي اخر حاجة غرفة النوم بتاعتها حبت ان هي تنظفها كده. وكمان دي المكنسة اللي هي البخارية، بيكون معاها حاجات كتيرة تقدر تستخدمها في حاجات كتيرة. يعني طبعا شفت غسلت بيها السرير، الكابوتيني بتاع السرير وكل حاجة، فهي حلوة. طب افضل حاجة ايه؟ بصراحة انا شفت فيديوهات كتيرة قالوا لي كوفر، حلوة جدا جدا. هنا كانت الستاير بتاعتها نزلتها برضو عشان تغسلها، وحطت ستاير باللون الذهبي، بما ان هتغير الديكور بتاع السرير، فهي حابه ان هي ايه يعني تظبط الدنيا بحيث ان الدنيا تكون معاها متظبطه، وفي نفس الوقت يبقى الديكور كله ماشي مع بعضه والالوان كلها ماشيه مع بعضها. شايفين بقى الجمال بتاعها، وشايفين الغرفه بعد ما خلصتها، بجد شكلها حلو جدا جدا والواناتها حلوه. طبعا يعني كراحه نفسيا اهم حاجه ان انت تكوني مرتاحه نفسيا، انت مش حد تاني. يعني ممكن مع اختلاف الاذواق ممكن حد يقول لا مش حلوه، او مثلا امكانيات مش على قدنا، ولكن ناس تانية تقول لك مثلا الشكل حلو، وهي بتوريكوا قبل وبعد عامل ازاي على فكره. فبس كده خلص الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يكون السيده اللي كانت معانا عجبتكم. شوفوا الفيديو الجاي، واسيبكم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.